روح. طيب معانا النجم الجميل كابتن طارق يحيى. يا عيني كابتن طارق ميدو، الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يخليك يا ميدو. الف مبروك كابتن، كانت مباراة جميلة جدا، يعني اقتنصت فيها الفوز في الثانية الأخيرة. الله يخليك يا حبيبي، مس عليك الأول وعلى كابتن ماهر. يا كابتن طارق أخبارك يا حبيبي؟ كابتن طارق جميل، ألف مبروك. ربنا عوضك النهاردة يا طارق، 3 بونت دول على الماتش اللي فات، الماتش المصري كنت قريب برضك من التعادل، لكن طبعا يمكن التوفيق وعدم التوفيق ما كانش يعني في صالحك، لكن النهارده ربنا عوضك بال3 نقاط دول، لانك انت اجتهدت لاخر دقيقه. علاء علي يعني قدر انه ينصف بتروجيت النهارده وينصفك ويعوض لكم بال3 بونت اللي خسرتوها في مباراه المصري. والله طبعا كلامك مظبوط يا كابتن ماهر، لان احنا الماتشين اللي فاتوا مش المصري بس، صح، الماتش اللي قبليه برضه اتخطفنا في الثواني الاخيره بتاع الداخليه، كنا كسبانين 1 وتعادل الداخليه في الثواني الاخيره الوقت الضايع برضه. والماتش اللي فات المصري برضه خسرنا بالوقت الضايع. النهارده الحمد لله ربنا رجعنا وردنا تاني زي ما انت بتقول. بالظبط. الولاد عملوا ماتش كويس. بنلعب فرقه كويسه، فرقه ما عليهاش ضغوط، يعني الفرقه الانبي فرقه يعني في الامان، 30 او 31 بونت، الدنيا بالنسبه لهم مش ما بيلعبوا بارتياحيه اكتر مننا بكتير، احنا عندنا ضغوط كتيره جدا. مركز سيء جدا، ترتيبنا وحش، بنطنا وحشة، الفريق متأخر في موقف حرج جدا، مش متعودين بتروجيت تبقى في هذا الموقف من فترة طويلة، لكن هو دي الحاجات دي بقى أثرت على الولاد شوية، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان ال4 ماتشات اللي أنا اشتغلتهم حتى الآن إن احنا نشيل الضغوط دي من عليهم، والحمد لله وفقنا بشكل كبير، كسبنا ماتشين وتعادلنا مباراة وخسرنا مباراة، كنا الأقرب برضو إن احنا على الأقل نتعادل الماتش المصري بالظبط ونكسب الداخلية، لكن عموما يعني بشكر أداء الولاد النهاردة، أدائهم كان عالي جدا خاصة الشوط الأول. احنا كنا أفضل بكتير من النادي إنبي، الشوط الثاني يمكن 10 دقايق كده في النص فصلنا شوية، نادي إنبي استحوذ ولكن الفرص اللي لاحت لإنبي كانت كلها ضربات ثابتة. بالظبط. إنما أنت ضاع منك واحدة اثنين، واحدة البيكلي وواحدة محمد سالم، كانوا جونين، واحدة علاء علي قبل ما يجيب الجون، كان في 3 فرص في الشوط الثاني، اعتقد لو كنا موفقين كنا جبنا هدفين كمان على الاقل، لكن عموما زي ما انت قلت يا كابتن ماهر، 3 بونت دول منتهى الاهمية بالنسبة لي، لان انت في موقف محرج، وال3 بونت دول هيفرقوا معانا جامد جدا جدا، هيدونا ارتياحية شوية في الفترة اللي جاية، أكيد موقفنا لسه صعب برضه، لكن الحمد لله مكسب مهم جدا في منتهى الأهمية بالنسبة لنا. لا حضرتك مدرب كبير يا كابتن طارق، عندك 24 نقطة، قادر بفريق بتروجيت أنت تطلع بيهم كمان مراكز، أنا معاك إن عليهم ضغوط نفسية كانت كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، لكن الحمد لله أنت كسبت ماتش النهاردة، مع إن طبعا إنبي يعني فرقة عزيزة لقلبي، لكن هو كان بصراحة يعني أنتوا كنتوا يعني معظم فترات المباراة كنتوا متسيدينها، برضو مباراة المصري اتخطفت زي ما حضرتك قلت، أيضا المباراة الداخلية، تفتكر ليه يا كابتن طارق في الآخر كده بتخسر ماتشات؟ بص يا ميدو، طبعا يعني انا مش ليا تحفظ شويه على بعض اللعيبه اللي موجوده في بتروجيت، تمام، خبراتها مش كبيره، وفي نفس الوقت الناحيه البدنيه انا بعاني منها شو، بحاول ان انا جيت كل 4 ماتشات ماتش، مش عارف ماتش كل 4 ايام ماتش، مش عارف اقف على ادي جرعه بدنيه عاليه، لان خايف الولاد يقعوا مني. بالظبط بالظبط، وبالتالي انا سايب الامور لغايه لما يبقى في فتره توقف كده، على الاقل 10 ايام ولا حاجه، ابدا اشتغل بدني شويه، ناحيه بدنيه لمعظم اللعيبه ما كانتش مش كويسه، في نفس الوقت برضو في بعض اللعيبه كانوا غايبين تماما عن المباريات، زي احمد جعفر، عندك احمد محمد عادل جمعه، وعلاء علي كمان يا كابتن طارق، علاء برضك من ضمن لا علاء جه، انا بتكلم على الفتره اللي سبقت لما انا ما كنتش موجود، في لعيبه كتير كانت بعيده عن المباريات، ولذلك الناحيه البدنيه بالنسبه لهم مش عاليه قوي، فدي بنحاول نعوضها ماتشات وديه، بنعوضها بالتدريبات، لكن طبعا لغايه لما تيجي فتره توقف مش هقدر اعمل حاجه، لان كل يعني انا عندي ماتش الاثنين يا دوب هريح بكره، انا عامل ماتش ودي للي ما لعبوش بكره عشان نخش كلنا في الفورمه، فورمه مباريات، فورمه مباريات، لان برضه اللعيبه الثانيه ما هيش على المستوى البدني اللي انا اامله، فبحاول ارفع من الكفاءه البدنيه بتاعتهم، لكن ده مش هيجي بين يوم وليله، فده محتاج وقت، وربنا يسهل، ده السبب الرئيسي ان انت بتخسر فيه
الثانيه الاخيره بيحل عليك التعب والاجهاد وتقليل التركيز بيخليك تخسر في اخر الثواني. اكيد يا كابتن يعني اتفضل المكسب هيجيب مكسب يا كابتن طارق ان شاء الله، يعني مع الشغل مع الاولاد يبقى تتفتح نفسهم ويبقوا يعني عارفين وعندهم حماس وانت بتحمسهم على الماتشات الجاي، وبالتوفيق ان شاء الله في ماتشك الجاي ان شاء الله. وانت عندك 24 بونت دلوقتي يعني حاجه كويسه، ربنا يكرمك بيتها. يعني انا عايز اقول لك يا كابتن طارق حضرتك الماتش المصري، الماتش النهارده كسبان الزمالك، ايضا الداخليه كمان كسبان طلائع الجيش في طلائع الجيش، يعني برضو خسرت ولو حتى خساره يعني مش في محلها، لكن خسرت من فرقتين، يعني اعتقد ان هم عملوا نتائج النهارده ردت حتى على المكسب اللي كسبته بتروجيت الزمالك 1-0، وايضا كمان الداخليه كسبان طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء. اه طبعا بتتكلم في فرقتين زي ما انت قلت ميدو، يعني فرقتين كويسين طبعا. مصر نادي المصري فرقه كويسه، والداخليه على فكره فرقه محترمه برضو. كون ان انت يتعدوا معاك في اخر ثانيه والمصري يكسبك في اخر ثانيه، دي لا يعني بتديك مؤشر ان انت ماشي على الطريق الصحيح، يعني بتحاول انك انت تداري الاخطاء دي وتحاول تعالجها بشكل كبير في وقت قصير، والحمد لله نجحنا بشكل كبير. يعني انت النهارده كل الماتشات الحمد لله 4 ماتشات يا ميدو اللي انا لعبتها سجلت فيها. بالظبط يا كابتن بالظبط، دي حقيقه يعني. سجلنا في الانتاج، سجلنا في الداخليه، سجلنا في المصري، سجلنا النهارده، فالاربع مباريات دي مؤشر كويس ان انت بتسجل، خلاف مثلا الثلاث مباريات الاخيره او الاربع ماتشات الاخيره اللي هو خسرها فيهم بتروجيت 1-0 2-0، يعني ما مسجلش. اكيد فكان في عدم ثقه شويه، الثقه رجعت للولاد، قدرنا نوصل للمرمى، عملنا بعض التدعيمات المهمه في يناير اللي هي بيها تقدر توصل للمرمى، زي علاء علي، زي النهارده تشمبونج ان شاء الله في خلال يومين يكون موجود، عندنا زولا من الشمس، عندنا عمر النجدي، يعني عملنا، عندنا احمد جمال لعيب كويس من نادي الاسماعيلي، يعني عملنا تدعيمات في حدود الامكانيات وفي حدود الاماكن اللي احنا محتاجينها، بس ما زودناش عن كده. تمام. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تشهد تطور في الاداء اكتر من كده شويه. مش ممكن ينفعك قوي يا كابتن طارق ان شاء الله. ان شاء الله كابتن طارق، يعني كويس ومهاجم جامد، مدرب كبير جدا ان شاء الله، كل التوفيق ليك مع فريقك بتروجيت، وقادر ان انت تطلع بيهم لمراكز متقدمه. كابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت، شكرا جدا لحضرتك.